عاد بتعويض أهل سيناء المتضررين من محاربة الإرهاب. وهذه يعني خطوة محترمة جدا من رجال القوات المسلحة، وهذا ليس غريب على القوات المسلحة، لأن القبائل العربية هي جزء لا يتجزأ وهي نسيج من هذا الشعب، وتربطها بالقوات المسلحة علاقة محترمة جدا، والقبائل العربية تتبرع من الخارجين على القانون والبلطجية المتواجدون في سيناء أو في أي مكان